كابتن شريف، شفت المباراه ازاي النهارده؟ مباراه ما شاء الله تنتهي بسباعيه، اداء اكثر من رائع من لاعبي النادي الاهلي. انا شفت المباراه النهارده مباراه جديه جدا بالنسبه للاعبين الحقيقه. هم كلهم واخدين الموضوع جدي جدا. مع ان المنافس مني سمنود يعني مش بالقدر الكافي يعني على المستوى الاول اللي احنا بنبحث عنه، انها تجربه زي ما انت قلت في الاول، في تجارب بتبقى بنلعب مع فرق من الدوري من المستوى الاول، فرقه من الدرجه الثانيه، انما هو عايز مدير فني يبحث النهارده على الثقه لبعض اللاعبين وعوده اللاعبين المصابين. فدي كلها كانت حاجات مفيده جدا في الماتش وشفناها. بالنسبه للاعبين زي احمد عبد القادر، يمكن ما كانش ليه حظ واشترك الماتش اللي فات، او اشترك بلعيبه بتشترك بمده قليله جدا 10 دقائق 20 دقيقه، انما هنا عنده مساحه ان هو لو يعني لعب المباراه كامله النهارده، مشتاق للكوره، عايز يعمل حاجات كتير قوي نفسه فيها، عايز يجرب اي حاجه بتحصل في الماتش الاساسي. تمرين بجرب في التمرين الاول وبعد كده بطبق في المباراه الاساسيه. فاللعيبه كلها النهارده عملت هذا الشكل الحقيقه، من حسين الشحات لحسام حسن لكهربا لطاهر لكريم فؤاد. طبعا النهارده كان يمكن هو اللي واخد العين بالتحركات والتحرر اللي هو فيه. فكل لعيب النهارده عايز يبقى له وجود. الوجود احنا زي ما عادل قال، احنا عايزينه بدني ولا نفسي ولا معنوي، خدت بالك، او عن طريق التهديف، استعاده ثقه، حاجات كده. وكل ده اللعيبه كانت بتبحث عنه. في لاعب بيديك مجهود جامد جدا وبيطلع كل اللي عنده، زي عمار مثلا. عمار في كل المستويات وكل المباريات، الف حمد لله على سلامته الاول، بيدي لك الروح اللي هو فيها اقصى باور، اقصى باور عنده، لدرجه انه بيتعور، لدرجه انه عور نفسه. في لعيبه بتلعب لمسه ولعبه ونبعد وننفذ داخل منطقه الجزاء زي حسين الشحات. فكل واحد ليه طعم وكل واحد ليه اسلوب وكل واحد في الملعب بيبحث لنفسه عن هويه. انا عايز اتكلم في حته بس من غير ما اطيل عليكم. في لعيبه اسمها كبير قوي بتيجي على هيبته وبتيجي على نفسه ان هو يقعد وما يلعبش. فما بينزل الملعب بيبقى في عنده برضه حته حياء. التعامل مع الكوره، مكاني مش هنا النهارده، لا انا مفروض في ال 11 الاولانيين، اتعور وارجع احاول ان انا برضه الجهاز الفني يبقى باصص لي بصه اللاعب المستوى الاول اللي هو اللاعب من ال 11 الاولانيين. فاللعيبه دي مش بتاخد فترة عشان تتأقلم، زي محمد هاني وكهربا وطاهر محمد طاهر، ده راجل فبقى احنا اتفقنا وقلنا في الأول إن كل اللعيبة الموجودة النهاردة كلها لعيبة أساسية بس في لعيب شخصيته نفسه. يعني أنا حاسس بكهربا، حاسس بطاهر، الشحات بيخش ويطلع ورجليه في الملعب وبيجيب اجوال وبيعمل عرضيات، السكسيه بتاعه موجود، الكيان بتاعه محفوظ، فهمت ايه؟ يعني في لعيب بيدور على اسمه، ده لعيبه بيلعب في الاتحاد السعودي ويلعب هنا في مصر ومحترف ويطلع بره ويرجع، ليه كيان معين. في مباراه زي دي هتلاقي حتى انا وانت واحنا قاعدين بنقول لك ايه، قلت لك سيب ما تبصش على اللي معاك كوره وتعال نبص عليهم. هم فكرهم ازاي في الملعب النهارده، شكلهم عايز ينفذوا ايه، فهي بتبقى تنفيذ بالنسبه له. اللمسه الاخيره اللي يخش جوه ال 18 يبقى عايز يعمل غزوه يجيب منها هدف، اسمه يبقى موجود النهارده كماتش متذاع، اسمه موجود عند مدير فني عند الجماهير ان هو كان ليه وجود النهارده. فاللعيبه دي بتبحث لنفسها عن وجود الشكل الاساسي. فهي التجارب اللي بتحصل زي دي، زي ماتش زي ده، مع احترام لكل المنافسين. لو لعبت مع فرقه كبيره زي ده اعتقد ان الاداء برده كان هيبقى نفس الشكل نفس الشكل. فيعني أنا مبسوط من التجربة المرة دي، مختلفة، فيها عطاء كتير قوي. وأنا بضم صوتي لصوتك، النهاردة تجربة ناجحة. كابتن أسامة، التجربة النهاردة ناجحة مش علشان على المستوى البدني بس، لا كمان على المستوى الفني، طريقة اللعب اللي عايز يلعب بيها بيتسو موسيماني بيغير شكل النادي الأهلي من 4-2-3-1 كمان 3-4-3.